مسافر وحدك ليه بعيد عنك. يا عيني يا دنيا وإن شاء الله سهرة سعيدة عليكم. احنا دمجنا ما بين الكامبينج اكسبيرينسز وما بين انه اجواء رمضان بحيث ان احنا نقدم اجواء تناسب رمضان. بنقدم سحور، بنقدم فطار، في نفس الوقت الناس بتبعد عن التلوث، بتعمل حاجه جديده. الاجواء هنا جميله قوي ونظيفه، والفايبس بتاعت الجبل كمان ممتازه. ان شاء الله مستمرين بعد رمضان وهنقدم حاجات مختلفه، منها الاكسبيرينسز الرياضيه ومنها الانشطه والاكتيفيتيز اللي ممكن تناسب محميه وادي دجله. الأكل هنا طبعاً حاجة ممتازة جداً، لأن أنت برضو لما هتقرب للطبيعة هتلاقي نفسك بتاكل في الطبيعي وبتحمل الأكل الطبيعي أحسن وهيلثي بكتير جداً. أجواء مع الصحراء مع الهواء النظيف مع الكلام ده كله بيأثر على النفسية بطريقة ممتازة جداً، بيخليك ترجع لحياتك الطبيعية من غير ما تبذل مجهود طويل ولا وقت كتير إن أنت تعمل رحلة طويلة محتاج لها أجازة أو مصاريف. تجربة جديدة متميزة جدا، مختلفة، بعيد عن دوشة القاهرة وزحمتها، والأجواء هنا مختلفة غير كل الأجواء الرمضانية اللي قعدنا فيها. هنا مختلف، الفايبس عالية جدا، منظر حلو جديد، الجبال، السماء، النجوم اللي قريبة مننا، الإضاءة الخافتة مخلية الجو حلو جدا. حقيقي تجربة حلوة وأول ومش آخر مرة بالنسبة لي. وانا حاطه دي اصلا.